حجي أنا عندي خدمة 30 سنة خادم جيش وشرطة. زين. إيه راتب التقاعد 500,000 إلما نعيش بيه إلما ننطي. وأنا هاي حالتي إصابتين برجلي. شو إيش بيها رجليك؟ هاي كلها عمليات مال دوالي وإصابة بظهر انزلاق بظهر الفقرة الرابعة والخامسة. وناشدت عدة ويقولون على أساس هالشهر نزيدكم من 2014 ولحد الآن. إجا مصطفى الكاظمي على الفيس عن زيدكم ماكو، إجا محمد شاه السوداني وما على الموازنة وعلى الموازنة وماكو لا موازنة، وأنت تشوف هذا السوق الدولار صاعد، يعني 500,000 هم تكفيهم مصرف، وأنا عندي أطفال ثلاثة مدارس وإيجار وإيجار وبيت، يعني شلون بس المن ناشد، بس قول لي المن ناشد، أريد أنا أقابل وزير محمد شاه السوداني رئيس الوزراء رئيس الوزراء الله يحفظه يقبل يعني أنا ب 500,000 المن أنطيها بس خلي هم تكفيهم ال 500. زين انا عندي طلاب اثنين بس يجي وقت المدارس يبعدهم 250 يجي وقت العيد يبعدهم 250 يعني حاله ما اعرف يعني شلون الى متى حتبقى هيك ما ادري يعني هذا الشعب كله صدق انا اذا اقول لك اخاف يعني يسمعوني ولو اهلي يدون هاي انا تبي اشتغل هسه حاليا ابيع لك بالسوق عمري 65 سنه تقبلها ويا الجهال ويا الاطفال يضربوني بال يعني تقبلها بشعب يقبلها هو رئيس الوزراء محمد شيعة السوداني خلي يقبلها لا اريد اقبلها الله يكون بعونك الله يوفقك اريد واحد يسمعنا واحد يشوف هاي معاناة الشعب يريد هاي معاناة اشكال مو بس ثاني المئات 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 مثلي وغيري 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 زين الله كريم نطلب من الله ان يوفقكم ووفق هاي الدولة ان شاء الله وبالخير وبالسلامة